النهاردة هنبتدي الديستيليشن ماستر كلاس. الديستيليشن ماستر كلاس هنبتدي فيه من أول البير عندنا، هنبتدي نفهم اللي بيحصل من أول البير بتاع البترول، ومن أول البير ليها اسم، اسمها الأويل برودكشن فاسيليتيز. يعني ايه الأويل برودكشن فاسيليتيز؟ يعني التسهيلات أو الحاجات اللي احنا بنعوزها علشان نسهل الإنتاج بتاع البترول. هنفضل ناخد في الكورس ده لحد ما نوصل لحاجه اسمها الفاكيوم ديستليشن. يعني الفاكيوم ديستليشن داخل معانا في الكورس. ما بين الكلام ده كله في كذا بروسيس بتحصل. بعد البير هيبقى في حاجه اسمها ديسندر وديسولتر. هناخد اهم، هنركز على الديسولتنج، عمليه الديسولتنج او ازاله الاملاح من الخام. بعدها هيبقى في حاجه اسمها الاتموسفيريك ديستليشن. واكاد اجزم ان الاتموسفيريك ديستليشن يعتبر اهم حاجه في التكرير بتاع البترول. فانت لو فهمت الاتموسفيريك ديستليشن والبيزكس بتاعته هتفهم الريفاينري عموما، لان هي حاجات كلها مبنيه على بعضها. فلو جينا بصينا هنلاقي ان احنا عندنا الاو ان جي او الاويل اند جاز ليها فاسيليتيز. تمام، فاسيليتيز يعني من عند البير، من اول البير. بتتقسم لحاجتين، الاويل لوحده، الاويل ليه فاسيلتيز لوحدها، والجاز ليه فاسيلتيز لوحدها. طيب ايه هي الاويل فاسيلتيز؟ الاويل فاسيلتيز بتنقسم قسمين، الاويل برودكشن ودي هنتكلم عنها باختصار، الانتاج بتاع البترول. تاني حاجه جزء عندنا اللي هو الريفاينري، الريفايننج او الريفاينري بالعربي اللي هي التكرير، انك تاخد الخام اللي ملوش قيمه في السوق في الماركت لان هو ملوش استخدام واضح وتحوله لمادة ليها استخدام. كل جزء من المادة دي ليه استخدام مختلف. طبعا تاخد كل مادة طالعة مثلا من الديستليشن وتبدأ تعملها تريتمنت بحيث انك تحسن خواصها. الجاز في كورس كامل عنه هيتحط في البوكس، في الديسكريبشن بوكس عندنا، يبقى دي حاجة نبص عليها في الديسكريبشن بوكس. عبارة عن ايه الجاز؟ عبارة عن برودكشن برضو، وبعدين بنعمل حاجة اسمها تريتمنت للجاز. طيب التريتمنت للجاز لما نيجي نبص على الكورس اللي انا حطاه في الديسكريبشن بوكس هنلاقي عبارة عن اول حاجة بنعمل سويتنينج، نشيل اي اسيد جاز عندنا، وبعدين نعمل دي هيدريشن، نشيل اي مية موجودة عندنا، وبعدين نعمل كومبريشن ليه، نبتدي ان احنا نضغطه. تمام، الكورس هنحطه في الديسكريبشن بوكس. طيب ده بالنسبة للفاسيلتيز بتاعت الاويل وبتاعت الغاز. هنيجي بقى نشوف فيديو على الموضوع ده. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ريزرفوار او المكان اللي بيبقى موجود فيه الخام بتاع البترول. بيتم عملية البرودكشن، بيطلع عندي من الريزرفوار ده الغاز مع الاويل مع المية، التلاتة بيكونوا مع بعض، فبيدخلوا على حاجة اسمها سيباريتور. السيباريتور ده بيكون عادة 3 فيز سيباريتور. يبقى احنا هنا بيكون عندنا 3 فيز سيباريتور. الثري فيز سيباريتور ده بتفصل لي 3 فيز ثلاث حالات مختلفة، الحالة اللي هي الغاز، حالة اللي هي الأويل، حالة اللي هي المية. كل واحد منهم مختلف عن التاني في الكثافة بتاعته، الغاز أقل حاجة وبعدين الأويل وبعدين المية. الثري فيز سيباريتور ممكن يكون عندي فيرتيكال، يعني يكون واقف زي اللي عندنا في الفيديو، تمام كده، يا إما بيكون هوريزونتال. هوريزونتال يعني بيكون محطوط بصورة أفقية، فبيكون شكله كده، بدل ما هو واقف بيكون شكله كده. بيدخل الفيد من هنا، ده الفيد بتاعنا. بنبتدي ناخد الغاز من فوق، الجاز، وبناخد الاويل والمية الاتنين من تحت. فلو هنا هناخد المية وهنا هناخد الاويل. طب ازاي بيتم الموضوع ده؟ احنا عارفين ان المية اتقل من الاويل، فلو جينا قلنا ان المية هي الابيض اللبني، تمام، دي المية بتاعتنا، وعندنا هنا الاويل وليكن لونه اصفر، تمام كده، فادي الاويل هيكون على المية. اللي بيحصل ان احنا بنحط هنا سيباريتور، الحته دي كده بيبقى فيها سيباريتور، فالميه مش بتكون الاود انها تعدي في الحته دي، فالميه مش بتكون موجوده هنا كده، تمام. الحته دي كلها بتبقى عباره عن اويل، فبالتالي خلينا نعدل بقى هنا، الحته دي هيتسحب منها اويل والحته دي هيتسحب منها ميه. يبقى احنا من هنا هنسحب الاويل اللي هو الاصفر اللي طالع عندنا، ومن هنا هيسحب الميه. لان مبنيه على ايه؟ مبنيه على ان الكثافه الرو بتاعت الاويل اقل من الرو بتاعت الميه. الكثافه بتاعت الاويل تقريبا 800 كيلو جرام على المتر مكعب، اقل من الكثافه بتاعت الميه اللي هي 1000
كيلو جرام على المتر مكعب. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاويل هيبقى فوق الميه، فنبتدي ان هو يعدي من السيباريتور ويجي خارج ايه؟ خارج من الاتجاه ده. بالنسبه للثري فيس سيباريتور، لو رجعنا تاني للفيديو بصينا عليه هنلاقي ان ده فيرتيكال سيباريتور، بيطلع عندنا الغاز من فوق وبعدين الاويل وبعدين بيطلع من عندنا هنا الايه؟ الميه. الغاز بيدخل على عمليه التريتنج اللي اتكلمنا عنها، بتقسم لسويتنينج وبعدين ديهايدريشن وبعدين بنضغطه عشان نبعته للسيل لاين، او ان انت تبعته الداخل هنا خط البيع رايح للكاستمر، او ممكن تكون بتوديه لشبكه قوميه. بالنسبه للاويل انت بتعمله عمليه تريتنج او عمليه ريفاينري، بتبتدي الاول بعمليه ديستيليشن وبعدها فاكيوم ديستيليشن وبعدين تعمل كونفرجن، بتاخد كل حاجه فصلتها من الاويل وتعمل لها تريتمنت مختلف، وبعدين ممكن تعمل ستورج لكل كومبوننت. بعد كده الميه، ودي الحاجه الاخيره انت بتفصلها، لازم نعمل لها تريتمنت، فده حاجه لوحدها اسمها ويست ووتر تريتمنت، علشان انت ما ينفعش الميه تحطها في الماركت كده او ترميها في عامه تعمل لها ديسبوزل من غير ما يبقى ليها سبيكس معينه عشان ما تبقاش ملوثه للبيئه. وساعات في مصانع بتخزنها وتستخدمها في عمليه الكولينج او عمليه الايه الهيتنج.